مريم. اهلا يا مريم. صباح الخير. ازيك؟ صباح الورد. تفضلي تفضلي. اكيد سمعتينا احنا عم نحكي عن الاغاني الشبابيه وكيف انه احيانا بتعلق بالراس، وهذا طبعا شيء حلو لما انت تكوني مثلا حابه الاغنيه وتلاقي حالك كل شوي عم بتردديها وبترنيها. صباح الخير. شو رايك؟ صباح الخير. انا اولا مبسوطه ان انا معاكم. احنا اسعد سمعكم من بدري، في كده جو لطيف وجدل ونفسنا نغني بقى ونغني. انا عايزه اقول بس انه ساعات الواحد يبقى هيتجنن ويفتكر اغنيه مش وتبتدي تسالي فاكر الاغنيه اللي سمعناها مش بس لحد ما توصل ترتاح او بتدور عليها في السوشيال ميديا بالكلمات يعني. وصلت ولا لسه؟ وصلت ولا لسه؟ طب يلا بقى نبدا نفرفش كده ونغني. ماشي. انا بحب الصبح نقول حاجه لفيروز. الله عليك. يا ريت احنا اللي نحب. احنا اللي نقول تا ترارارا تارا تيرارارا مشلوحة بهالدكان دجرت مني الحيطان ومستحيت قول وانا عيني عالحلا والحلا عالطرقات غني له غنيات هو بحالي مشغول نطرت معيد الارض وما حدا نطرني. الله. انا بنطرك. يا بيبي. الله عليكي، ايه الصوت الحلو ده واديتينا طاقه فعلا ايجابيه. ما صورناهاش، زلت. ما احنا اتلهينا في صوتها الحلو ونسينا نصورها. احنا مصورينها تلفزيون يا جماعه. احنا اكيد يعني رح ناخد احنا طماعين السوشيال ميديا. هنغني كتير لحد ما تزهقوا مني. احنا عايزين بصي نغني كده وننبسط بصوتك الحلو ده. بس تعالي الاول نحكي مع بعض عن رايك في الاغاني الشبابيه الموجوده حاليا في السوق. يعني انت كبرضه فنانه شابه، بتشوفي انك ميولك انك تروحي للاداء الموسيقي الحديث ولا بتميلي للفن القديم زي ما انا قديمه؟ انا اولد فاشون. مبسوطه ان انا قديمه. انا معاد موسيقى عربيه، فالحاجات دي بتبقى برضو يعني واضحه على شخصيتي. يعني اميل اسمع موشحات ادوار اغاني قديمه، ام كلثوم، عبد الوهاب. فبس طبعا عشان ابقى معاصره مواكبه لازم طبعا ابقى عايزه اعمل حاجات سريعه لا تزيد وقتها عن 3 دقائق 4 دقائق بالكثير. مظبوط. حلو جدا. في شغله انا لفتتني في الاونه الاخيره من بعض الملحنين العرب، مثل امثال الملحن العراقي بنوجه له تحيه، الاستاذ علي صابر. استاذ علي صابر اللي غنى اغنيه ديانا حداد الى هنا وتنتهي علاقتكم المو حلوه، عشرتكم المو حلوه. هي الاغنيه ضربت بالسوق ضربه من بعد ما سمعناها احنا من صوته، بينما ما كانت مخذ الاضواء لما غنت ديانا حداد. على فكره ديانا حداد كان نزلت لنا قبلها بسنه بس. أيوة. فجاه طلعت لما هو غناها اشتهرت ديانا حداد. في اغاني كتير جدا مطربين بيغنوها بعد الناس بتنسى اصلا او ما بتعرفش ان كان في مطرب قديم مغنيها. صح. يعني في مثلا اغنيه اما براوه، هي اغنيه نجات. بالظبط. يجي ناس يقول لي والله عايز حجه اما براوه لحسين الجسمي. دي اما براوه نجات، فممكن مطرب جديد يحيي الاغنيه. صح. وتنجح معاه اكتر من طب مطرب. طب اما براوه بقى فعلا. اما براوه. قلت حبيبي ملانه وعطشانه يا هنا اروح له ولا اروح اشرب حدانه. قلت حبيبي ملانة وعطشانة يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانة. أروح له ولا أروح وبلا شاوة أما براوة براوة على الشقاوة. مفيش احلى من كده. الله. يعني انت ما شاء الله لمستينا باحساسك.
يعني دائما الموسيقى والغناء هي غذاء الروح. طبعا. اليوم نحن لما نتكلم عن جيل السابق والجيل اليوم نحكي إنه جيل السابق دائما أجمل لأنه كلاسيكي وطربي وفي كمية كتير من الأغاني الثقيلة. اليوم أحيانا بعض الناس اللي بيسمع الطرب بينتقدوا أغاني اليوم إنه الأغاني الشبابية صارت مالت للسرعة والرتم السريع يعني وما في صلاحية حتى كلماتي يعني. مريم كمان فرق كبير بين كلمات زمان الجميلة الحساس النظيف يعني مش دلوقتي أي كلمة بتطلع في بالي كده على طول عامل لها أغنية بس أنا أعتقد الذوق العام ابتدى يتحسن كتير عن الكام سنة اللي فاتت وابتدت الدنيا تتطور وابتدى يبقى فيه أغاني يعني كان في وقت المهرجانات كانت عاملة ضجة لا الناس بعدت الناس عرفت تعمل مصفى وعرفت تختار وعرفت صح. تنتقي وانت قلت انه الأغاني العراقية عملت طفرة صح. الأغاني العراقية فيها الطبع الحزين شوية او الشجن صحيح. الكلام ده كان زمان بقى صح. الشجن ده فالناس ابتدت ترجع اشياء جديدة طبعا مثل صلاح الشرنوبي كان اخر البوم حاجة نزلها كان الاغاني كانت موجودة فيه حسيت انها صرت غريبة كانت يعني عكس يمكن غير القاعدة كامل في اغنية هو دمج فيها ام كلثوم دمج فيها اسمهان بس بطريقة ابداعية جديدة فشو رايك بالاشياء اللي قاعدة تنزل الحين كابداع او شيء غريب قاعد نسمعها الحين انا بتبسط بالتجارب الجديدة بالدويتوهات باللهجات المختلفة اللي الناس بتبتدي تدمجها فالمجتمعات تقرب بسرعة عشان حتى نفهم لهجات بعض صح. ما بقاش قاعدة اقول يعني ايه الكلمة دي فخلاص دلوقتي بقى الموضوع سهل بقينا كلنا فاهمين بعض احنا بنتكلم جنسيات مختلفة عارفين فاهمين بعض طب يمكن شو هو الشيء اللي بيخلي بعض الأغاني تنجح وتضرب وبعض الأغاني ما تضرب يعني في أغاني بنشوف إنه هي بتاخد ضجة كبيرة وكل الناس بتغنيها مثل مثلاً زي ما كنت قاعدة بقول هلأ سر الحياة عيونك يعني ضربت السوشيال ميديا بطريقة غريبة وقبليها أغنية تعالى شبعك حب لمحمود التركي شو الأشياء اللي بتخلي الأغنية فعلاً توصل وتعمل ضجة هو انا دلوقتي خايفه اقول ان يعني 80% من الموضوع بقى حظ يعني ممكن اغنيه تبقى معموله حلو جدا 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 وما تاخدش ربع الضجه مثلا اغنيه سر الحياه مثلا اخذتها بس طبعا لازم في حاجات عوامل تخلي اغنيه تنجح كلمات الحان توزيع مزيكا تسويق احنا دلوقتي مزبوط. تسويق اهم حاجه في الدنيا صحيح على قصه التوزيع يعني ذكر مهند صلاح الشرنوبي صلاح الشرنوبي طبعا وزع على كثير من الفنانين ومنهم الفنان الراحل ذكرى باخر اغنيه نزلتها ذكرى يعني فرصه اخيره اليوم لما بدنا نيجي نحكي عن التوزيع الصحيح التوزيع اللي فعلا لا هو بيطلع بصوره سلبيه 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 ولا انه طرب كثير وبدنا نحكي انه لا انت وين موزع على اغنيه بس دقتها قديمه مثلا اليوم الموزعين كمان لهم دور كبير بالاغنيه العربيه طبعا واختيار كمان الالات الموسيقيه يعني كان في الات موسيقيه احنا ركنينها مش بنستخدمها ابتدينا دلوقتي نرجع الات تانية نستخدمها الات نفخ يعني ممكن تبقى فجأة الناس بتسأل هو ايه ده الصوت ده ايه الناس ما كانتش عارفة في آلات مش معروفة مثلا الكلارينيت البزق الجاخون ابتدى يرجع تاني حتى في الفرق الناس بقت تستخدمه كمان. لا الناي موجود هو يعني بالمهرجانات اكثر شيء بالاغاني اللي معاد ايوه لحظة فكرتيني نسيتك لا. سمعيني حاجة سمعك. لا مش هنساكي طيب بتحبوا الحاجات الحزينه كده بس احنا يعني هنا حاجه طرب لا على ذوقك على ذوقك على ذوقك الناس اللي بعد دي كلمه بطلت كان ليها وقت زمان وخلصت في حد ينفع يقول لحد ما تحس بيا انا عندي اعيش لوحدي احسن واتعبش وياه من ان ارخص نفسي ولا اصعب في يوم على حد يمكن يعطف عليا وافضل كده
لحد ما هدى لحد ما اقوى لحد ما اقدر من تاني واجه ما اقدرش اواجه نظرة عيون فرحانة فيا يا ناس دي كلمة ساعات تصبر ساعات تغير ساعات تخلي الصبر يحلى في النفوس معرفش ليه مستخسرين الكلمة فيا الله برافو برافو لا جد انا ما بدي اسالك ولا سؤال بس بدي اياك تغني جد ما بتغني يعني احنا لسه كمان المطرب الصبح بيبقى يعني يا دوب بيفوق أيوة. بيفوق كده احنا نفس الشيء لا بس ما شاء الله اذا بس بتفوقي والصوت كده بالك لما تفوقي بقى تعملي ايه لما نفوق بقى يعني اجي لكم في الفقره المسائيه بقى. المسائيه طب هقول لك بما انك ذكرتي من شويه انه في اغاني صباحيه وفي اغاني مسائيه ده بيعتمد على ايه من وجهه نظرك بيعتمد على ذوقك شخصيا انت متعوده على ايه اتربيتي وانت صغيره بتسمعي بابا بيشغل ايه وماما بتسمع ايه يعني انا تعودت ان ابويا بيسمع فيروز وام كلثوم فانا بالطبيعي اني بقى عندي خلفيه موسيقيه فذوقي رايح للحاجات دي في ناس كبيره كبيره وما تعرفش مثلا مين فايزه احمد صح صح ف عمرهم ما سمعوا لها مثلا اغنيه فدي دي مصيبه انتوا كنتوا فين وانتوا يعني كل العمر ده كنتوا فين بالظبط كانوا في نايمين مش عارف يمكن محدش صحاهم يعني فايزه احمد مثلا كلنا طبعا انا بعرفها ويا تمر حنا يعني عارفه اللي هو الزمن ده يمكن كانت احلى اغاني منتقاه كده كل فنانه فيهم تطلع مره واحده تطلع اغنيه جميله وتقعد شويه تحضر للاحلى منها طبعا ايه بقى انت محضره النهارده حلو شفتي انا بحب ماجده الرومي يا وانا سلام. كمان كلنا بنحب ماجده الرومي طيب نقول ساعات اقوم الصبح قلبي حزين اطل برا الباب ياخدني الحنين اللي اشتريته انباع واللي هويته ضاع واللي قابلته راح اللي قابلته راح وارجع واقول لسه الطيور بتفن والنحلة بتطن والطفل ضحك ويرن مع ان مش كل البشر فرحانين حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بين قلبين ما عدنا سوا حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بين قلبين ما عدنا سوا حرام عليك يا عذاب نبقى كده غراب ده البعد والله جرح من غير دواء وارجع واقول غنوا معايا وارجع واقول لسه الطيور بتفن والنحلاية بتطن والطفل ضحك ويرن مع ان مش كل البشر فرحانين انتي بتعملي كده مستحيل نغني معاك مريم شعرتي لنا بدنا وقف شعر جسمنا صراحه يعني ما بدنا اياكي تسكتي ولا تخلصي من الغناء من عشان كده انا بقول لكم انا قديمه شويه يعني يعني مش هتلاقوني شويه من الاغاني الجديده هيك انت قلتي فايزه احمد ذكرتيني في اغنيتها انا قلبي لك ميال انا قلبي لك ميال الله وما فيش غيرك على البال ده انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت
مهما يقولوا العزال. مريم انت شرفتينا ونورتينا وان شاء الله اكيد لنا لقاءات ثانيه لنسمع منك وتتربينا واحنا فعلا نورتينا جد يا مريم. يعني نورتينا اهلا وسهلا. طب لازم نختم بقى مع اغنيه أكيد. جميله بتغني شيء لشيرين. شيرين نقول كل حب الدنيا دي في قلبي ليك ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك ده انت لو قدام عيني اشتاق ليك على بالي ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سبتالي ينشغالي بكل كلمة قلتها